كنوزينا كنوزينا عسلامة ومرحبا بمستمعي كنوزة فام الكل. صحة صيامكم، وكيما العادة اليوم باش نقدموا لكم منيو متنوع ولي غوسيت اللي فيه كل سهلين وبنين. دونك ما عليكم كان تجربوا تعطيونا رايكم. باش نقترح عليكم اليوم شربة الشامبينيون سهلة وبنينة، التارت بالتن ومرقة اللوبيا ببنادق الحم والزيتون، والصمصة بالفاكية بالعجينة المصنوعة في الدار. دونك أول حاجة باش نبدأ بالمرقة متاع اللوبيا ببنادق الحم والزيتون. باش نستحقوا المرقة هذه 500 غرام لحم مفروم، نص مغرفة صغيرة ملح، نص مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة تابل مرحي، زوز مغارف صغار هريسة، وزوز سنات ثوم هرسين. بالنسبة للصوص باش نستحقوا زوز مغارف كبار طماطم معجونة مش بومبي، نص مغرفة فلفل أحمر، نص مغرفة صغيرة فلفل أكحل، ونص مغرفة صغيرة ملح، 200 غرام لوبيا منفخة، حفنة زيتون أكحل، حفنة كبار، 4 قرون فلفل بر عبيد، وخمسة مغارف زيت زيتونة. دونك أول حاجة باش نفوحوا اللحم مفروم بالملح والفلفل الأكحل والتابل والهريسة والثوم، نخلطوا مليح ونشكلوا كعبرات، نحطهم في صحن. نطيبوا اللوبيا متاعنا في ماء يكون يغلي فيه شوية ملح، نخليوها تطيب مدة 40 دقيقة. نتعديو طيب نطيبوا الصوص متاع اللوبيا. دونك نقليو في الزيت نص بصلة صغيرة مقصوصة جويدة، نزيدوا معها طماطم معجونة والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأكحل، ونخليهم يتقليو مدة 5 دقائق. نزيدوهم زوز كيسان ماء ونخليهم يغليو مليح ربع ساعة لخر قبل ما نطفيه، ونرميه كعبر متاع اللحم. نخليهم يتيبوا، نزيدوهم اللوبيا الطايبة، الزيتون المغسول والكبار والفلفل البر العبيد، نخليهم يزيدوا ياخذوا غلوة متاع 3 دقائق، ونطفيه النار ونخليوها الوقت شقان الفترة. نقدموها مع تخت بالتن. للتخت متاع التن هذه لازمتنا يما بات بغيزي ولا بات فيتي. كان باش نعملوا عجينة في الدار ماهيش صعيبة، باش ناخذوا 250 غرام فرينة، نزيدوا عليها 100 غرام زبدة طرية، نزيدوها زوز كعبات عظم، ونزيدوها رشة ملح، ونلموها الكل مع بعضها. نبدأو ساعة ملول بكل الفارينة مع الزبدة، وبعد نزيدو كعبة العظم ونزيدو رشة الملح، ونلموها العجينة هذه ونخليها ترتاح شوية. ومن بعد نحلوها في وسط المول متاع التاخت، ونقبوها بفرشيتة وندخلوها تيب شطر تياب، يعني باش تيب دريجين مش باش تيب تياب كامل. ونحضرو لها الحشو متاع التن متاعنا. دونك الحشو متاع التاخت ماهوش صعيب، ناخذوا حكة تن كبيرة ولا زوز حكوك صغار، نحلوهم في صحفة، نزيدوهم رشة ملح، رشة فلفل أكحل، زوز مغارف موتاغت، زوز مغارف كريم فريش، وزوز مغارف عصير متاع قارس، وزوز مغارف كبار مقصوص جويد، 3 كعبات فروماج تريانجل. نخلطوا الكل مليح ونحلوا الحشو هذية في وسط الفون دو تارت اللي كنا حضرناها وطيبناها دريجين. بعد ناخذوا 4 كعبات طماطم ونقصوهم على 4، نحيوا لهم الزريعه اللي في وسطهم ونفرشوهم فوق الحشو اللي حليناه، رشوا من فوق بكل 200 غرام موتزاريلا ربي، وندخلوها للفرن مده 30 دقيقه على 180 درجه حراره. كيف يسيح الجبن وطيب الطماطم وتحمار التارت نتاعنا، نخرجوها من الفرن ونحطوها في صحن التقديم. توا باش نتعداو لشربه الشامبينيون. دونك الشربه الشامبينيون هذه باش نتحقوا 500 غرام شامبينيون، مغرفه كبيره زبده، بصله مقصوصه جويده، زوز فصوص مهرتين، زوز مغارف معبين تاع فرينة، يعني إيطر حليب، كاس ماء نكونوا مغلين فيه الدجاج، الماء هذا يعني يكون غني بنكهة الدجاج. نزيدوا الفلفل الأكحل والملح حسب الرغبة، باش ناخذوا رشة متاع نواد موسكاد، واشترك حكة كريم فريش. دونك نقليو في البصلة والثوم في الزبدة، نقليو معاهم الشامبينيون مقصوص شرايح، نغطيو عليهم 5 دقائق لطون اللي نمشيو نحطوا 50 غرام زبدة في طنجرة، نزيدوها الفرينة والحليب ونحركوها لين تاخو غلوة تولي خاثرة كيما خثوريت الدشيش متاعنا، يعني ماهيش صوص. نصبوا فوقها الشامبينيون بالماء نتاعو ومتابعوا، نخليهم يغليو مدة 10 دقائق. في الاخر نزيدوهم الكريم فريش، نرحيو الكل بالميكسور بلونجون، ونصبوا الملح والفلفل الاكحل ورشة نواد موسكاد، ونحطوها في سوبيير وتاكلوا بالشفاء. وختامها باش يكون الصمصة بالفاكهة. الصمصة بالفاكهة باش نستعملوا لها عجينة ديري، مش باش نستعملوا لها اوراق الملصوقة المشرية من الشارع. دونك للعجينة هذه باش نستحقوا كاس باش نكيلوا بيه، باش ناخذوا 3 كيلات يعني 3 كيسان فرينة، كاس زبدة مذوبة، كاس ماء مخلط مع ماء زهر ورشة ملح. نخلطوا الفرينة ورشة الملح والزبدة المذوبة مليح بيدينا، ورشوا عليهم الماء وماء زهر بشوية بشوية لين نلموا العجينة متاعنا، ما لازمناش نعجنوها، نلموها، نقسموها على زوز طروف، نغطيوهم نخليهم يرتاحوا 3 سوايع
ثلاثة سوايع ينعم باش نتحصلوا على نتيجة باهية. باش نتعداو للحشو، الحشو هذايا باش نستعملوا فيه 200 غرام لوز مرحي، 200 غرام ججلين مرحي، 100 غرام بوفريوة مرحية، 150 غرام سكر، رشة ملح، زوز مغارف زبدة مذوبة، ماء زهر ولا عطرشية باش نلموا العجينة نتاع الحشو. دونك نخلطوا الفاكهة مع السكر ورشة الملح وزوز مغارف الزبدة المذوبة، نزيدوهم الماء زهر ونلموا العجينة نتاع الحشو ونخليوها ترتاح شوية. طوى على طاولة مرشوشة بالفرينة، ناخذوا الكعبورة الأولى نتاع العجينة اللي خليناها ترتاح ثلاثة سوايع، نحلوها بالقلقال جويدة يعني رهيفة، نقصوها شرايط نتاع 5 سنتيمتر عرض الشريط، نحطوا في الأطراف نتاع كل شريط كعبورة نتاع الحشو ونشكلوا مثلثات بشوية بشوية. نبداو نعملوا كيبات الصمصة. للزينة باش ناخذوا باي، الأطرف نتاع الباي نقبو بيه الوجه نتاع كعبة الصمصة من فوق، كل نقبة نعملوها نحيو من وسطها الدورة نتاع العجينة اللي في الوسط، لين كيكة نتحصلوا على كعبة صمصة تكون منقبة من فوق نقيبات صغيرين مزيانين برشا. نحطوا كعبات الصمصة هذوما على بلاتو ونخليهم يتيبوا على 180 درجة حرارة مدة 35 دقيقة. نحضروا لهم الشحور نتاعهم، ناخذوا 300 غرام سكر، زوز كيسان ماء، زوز مغارف عصير نتاع قارص ومغرفة ماء زهر، نطيبوا الشحور نتاعنا لين يثقال شوية مش برشا، وفي الاخر بكر نشحروا كعبات الصمصة اللي يكونوا سخونين في وسط الشحور هذية، نرشهم فوقهم شوية جلجلين ولا شوية لوز مرحي ولا شوية بوفريوة كما تحبوا نتوما، نقدموهم مع قهوة عربي ولا مع كاس سيتروناد ولا مع كويس تاي منعنا، وتاكلوا بالشفاء والهناء. ما بقى لي توا كي نقول لكم شهية طيبة للناس الكل، وان شاء الله نكونوا قدمنا لكم الإضافة. كنوزينا.